هذا وقد نزلت درجات الحرارة الصغرى إلى 11 درجة مئوية في مدينة الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال بذع عند الدفاية. ترى ما جاب لنا البرد إلا أنت. ترى أنا بعد وصل المربعانية. أمشي خل نروح نعزي بس. يا ساتر، من اللي مات؟ جد شكش الله يرحمه. لا حول قوة إلا بالله، متى توفى؟ اليوم توني وأنا جاي دق عليه شكش وبلغني. الله يرحمه، ترى ما ذبحته إلا المربعانية. هذا نظامك؟ أقول أمشي أخلص علينا خل نروح نعزي الرجال. يلا. الله يرحمه. آمين آمين. الله يغفر له. عامر. آمين يا رب العالمين. إلا هو شلون مات؟ نام وما صحي. الله يرحمه. جد عمره 95، هذا يومه. ما شاء الله. الله يرحمه. صدق أن نرتاح من هالمربعانية اللي ذبحت نص هالشعب. أرخي صوتك، هذه المواساة حقك؟ فضحتنا. أسكت. يلا حنا نستأذنكم. على اليمين، هذه خطيرة. يحيى يحيى يكلم. العب العب العب. شوت شوت. عطه. أخي لا تصير أناني. هذه لو خطفت خطيرة خطيرة خطف الحمدالك. هاي وش فيك أنت؟ غيرت. أقول لك كم النتيجة؟ 12 درجة مئوية. 12؟ أقول لك ما أجا شكوش. لا محتاس مع ورث جدة. الله أكبر، ورث جدة. والله لو إنه بالقدس. إيه يا أبوي، البيت من غيرك ضلع. أبوي إيش الأوراق هذه كلها؟ شيء عربي وشيء إنجليزي شيء مدري شو. كان جدك الله يرحمه من كبار صرافين مكة، كان يجوله ناس كثير من جميع أنحاء العالم. كان يسافر من بعد الحج وما يرجع إلا في الربيع، لف الدنيا كلها. شوف يا شكش، هذا إنجليزي؟ هو يعرف إنجليزي أصلاً؟ ده ما يعرف كوع من بوع يا بنت. أبوي أنت بس أديني فرصة. هات هاتي قال العيد باين من عصاريها يا شيخ. I'm terrible looking for you. Please, you can translate this song. Which language, please? This is Russian language. ترى عارف إن الروسية من أول ما شفتها. Please, you can translate it with writing inside, please. There is written. I am Kaha. I have taken money from Abdul Ruaf Riyad Osman, 100,000 United States dollars, and I have to give it back when he requests it, and I sign it. الله يرحمك يا جدي ويطول لنا في عمرك. Please, you can show here or here address or his name, please. Yes, there is mobile phone and address also. It's good. Please call him and translate with us. Hello. Да, слушаю. Кто? Абдулрауф Фуат Усман Атмаки. А, да, 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 я его знаю, да, да. Он старый друг, да. Подождите, послушайте, у вас есть документ, о чем вы говорите? У нас есть документ, и мы вышли вам на WhatsApp. Хорошо. Хорошо, я сказал, хорошо. You know? You know this? Yes, don't worry. Your father was simple. The document is on the three sides. He will not run away. Hello. Здравствуй. Документы все по закону. Настоящие, да. Ты получишь свое. Приезжай в Грузию, покажи документы. Свои документы и деньги возьми. Я не могу выслать. Приезжай ко мне. Хорошо, договорились. Ну, счастливо. أبويا أمي كيف ما
ما تسافروا، هذه 100,000 دولار. لا 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 لا، أنا قلت لك سفر مكان بعيد لا، أنتوا روحوا إيش عندكم؟ لا ست الكل ولا أنا كمان، أنت عارف الدنيا براد وأنا عندي روماتيزم. أقول لك حبيبي أنت روح وجيب فلوس جدك. لوحدي؟ أفا عليك يا شكش، ما أنا مخليك تروح لوحدك. وأنا معك. كفو. أقول لك يا عامر، فين هذه جورجيا؟ ورق وعية، أنت ما عليك ضبط عفشك وامشي معنا. ياوة. أنت يا صالح شو وضعك؟ لا لا لا، ذبحتنا صقوع بذا، روح بذاك. هلا والله بجورجيا. يجي بالأدب. هلاو 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 هلا هلا حبيبي، هلا عيوني، هلا أغاتي، هلا وردة، نورتوا جورجيا والله. من ذا؟ أخوكم علاوي من العراق. تعرفه يا كفتة؟ لا ما أعرفه. وياكم هذا؟ للأسف إيه. هلا هلاو هلاو هلاو، ما شاء الله ما شاء الله، يخبل. أقول أخلص علينا، وش تبي؟ هذه سيارتي، شو تحبون ليلا نهارا أنا حاضر، سياحة، ترجمة، فنادق، مطاعم، أكل، كل شيء أنا حاضر. شكوش 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 بستر، أقول أقول فيروسا تويت زد أوتشن خروش تشيلو إذا طيب أوكي مشت تقول خروش تشيلو إيش يا عمري حزين الرجال هذا مرة طيب وونس كزال أتو أوتشن خروش ماشينا Нет, твой дед был таким хорошим человеком. Он даже однажды мне деньги одолжил. Да, я этого никогда не забуду. Таким хорошим человеком. Скажи, что я не забуду это никогда. Никогда. Я бы, и говорю, как, ты ли جدك رجل طيب? لأنه جدك, لما هو خسر كل فلوسه, جدك دايانا 100,000 دولار. واشتغل بيهن بس بعدين هو خسرهم بالبورصه بسنه 2000. الكلام هذا مو طيب، انا ابغى فلوسي. اونس كازال اتاني مايا بروبليما، ياخذ شو مايا دينجي. توي دينجي؟ انا ما اعرف شو مزيلا. 2000 году я обанкротился и все деньги потерял. Ну, подожди, я тебе такой документ Адам, что это лучше денег. Да, лучше денег. Богатство это. Вот, посмотришь. Я боюсь, что да. И говорю, что я не имею флюс, но я имею флюс. 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 وهذه أرض شكوش وصلنا. دحين بالله هذه أرضي؟ لعب عليك الشايب يا ورع ألكم. والله تخبلته. أنت صوتك يا أخي. استشيرني ماني يما. طيب دحين هذه كم تسوى يا علاوي؟ هذه 20,000 لاري ما تجيب هذه. ضحك عليك يا السبها. ولا يهمك يا شكش، عندي لك استثمار يرجع لك فلوسك وزيادة. شفت الأرض ذي؟ جيب قواطي وعبه ثلج وبيعها. أكيد في إدارة الموضوع، شفت الرجال ويحضني يبكي. دمعة ثعابين، أنت مسيح. وياكم هذا؟ للأسف إيه. هلا. أي خبل. لو استثمرت هذه الأرض في صناعة الأيس كريم، ما أنت مرجع دراهمها لو بعد 100,000 سنة. مو أنا اللي ضحك عليها. يا عيال خلونا نفلها بس. وهب البراد وزانت النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيب غطى الديرة السحرية، وجادت لك أبيات يا مغنيها. هب البراد وزانت النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيم غطى الديرة السحرية، وجادت لك أبيات يا مغنيها. غيم وسرعة غيرك أبد في بالي، دربك هنا يشوفك
البراد وزانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية وهب البراد ايه هو الارض هذه ارضي ما ضايع حد هنا يلا برا ايه لا تصير نفسية رح طلع حرتك بالشايب الزرف مو شغلك الارض هذه ارضي يلا روح على بعيد هذه ارض الله وبنسوي اللي نبي بكيفنا وهب البراد وزانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية أقول بتنقلعوا من هنا ولا أجيب الشرطة؟ إيه جيب الشرطة يا حبيبي أعلم بخيرك اركبه تفهم ولا ما تفهم؟ لا 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 يا شباب انتوا هنا بجورجيا ترى إذا جاب لكم الشرطة يصير لكم مشكلة كبيرة طويلة عريضة ها سمعتوا؟ أي أحد يتعدى على أرضي والله ناكسر رجله هذا جزاتنا جايين من الرياض مسافرين عشان نفزع لك وأخرتها كذا تجيب الشرطة أقسم بالله أنك ورع هب البراد وزانات النفسية والجو روعة والمشاعر حية وإنت كمان إيش تبغى فرضي كيفي أرضي أهدى 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 الدبابات هذه واستأجرتها سنة كاملة تبغى تمر من أرضي تأجر من دباباتي غير كذا افتح الله يا أخي طوصنا بأرضك أتعطلنا برزقنا ونحن ما بنرضى بهالشي أقول لك أعلم بخيالك أركبه إيه شكوش لا تعاند لا تعاند ترى بتنطق أنت بالذات اسكت ولا كلمة ولا شغل الحين فوق إنهم غشينك بالأرض رايح تستأجر دبابات يبي مالك صلاح كيفي يا أخ شكش وش اسمه شكش لا لا شكش يا أخ شكش أنا عندي حل بيرضي كل الأطراف لا تقول لي شيل الدبابات ما تشيل شي هذول الدبابات استأجرتهم سنة كاملة نحن نستأجرهم منك شهريا وبندفع لك دبل السعر والله كم تدفعوا هاي هنا وهب البراد وزانت النفسية وهب البراد وزانت النفسية الله 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ألف لارة في يوم واحد يعني 365 يوم في السنة تطلع حق الأرض هذه رجالة عشان في عالم تعرف من هو الدلخ والله طلعت من تسالي عبسي عيب عليك يا كفتة هذا شكوش لسانك لا خاطب لساني عفو عليك يا خوي نمزح معك يا حلو صدقت ما الخوي إلا خوية وحنا معك في شر ولا في قدة دريك يا مو احنا عيال جدة بلا قدة وما قدة دحين تمزح بعدين ما تمزح ايش الكلام ده عندي لك فكرة يا شكوش بتدخل لك ذهب وش رايك لو أخذت على كل واحد يدخل أرضك بالدباب 10 لاري عاد تخيل باليوم كم يطلع لك وشوف بالشهر كم يجيك واحسبها بس أنا كم دخلك إيش رايكم عيال تشتغلوا عندي وأعطي كل واحد فيكم 100 لاري في اليوم موافق يا مدير ناري تل وزحلق لك ايوه يلا اللي بعده يلا هيا يلا هيا تعال زحلق يلا ها ضعفت الناري ما فيه يلا روح قال لك اللي ما ضعفت الناري لا يجي يا حبيبي أستهشك ايش اسمعني اسري لك يا فقي بلا استاد بلا بطيخ الارض هذه ارضي ابن امه ما يعدي اللي يدفع 10 لاري بنعرف بنعرف لهيك انا والشباب مكاتب السياحه اجتمعنا وقررنا نعطيك على كل سايح يمر بارضك 10 لاري بس افتح لنا الارض خلينا نسترزق يجي بالادب
خذ هذا راتب اليوم، خذ هذا راتب اليوم، اشتغل شوية بذمة وضمير، خذ. يا مدير احس في شيء مو مضبوط. ايش هو؟ الحين حنا مو بناخذ 10 لاري على الفرد. ايوه. تدري كم شركات السياحه تطلع من الفرد؟ ايش تقصد؟ خلى الموضوع لي. الاخ عراقي. اي نعم. ما شاء الله والنعم والله. نعمة حالك حبيبي. ما شاء الله تبارك الله، عندك مكتب سياحي؟ عندنا مكتب ونسترزق. طيب كم تدخلون من الفرد باليوم؟ باليوم الواحد 500 مرات اكثر. مرات أكثر؟ مرات أكثر. 500 لاري؟ 500 لاري نعم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يرزقك ويرزقك معاي. آمين إن شاء الله حبيبي. تأمرنا شيء؟ سلامتك يا غالي. مع السلامة. الله يخليك. يا أخي شو بدكم أكثر من هيك؟ ما عطيناكم 2000 لاري باليوم لقاعدة غير أجار الدبابات، شو بدك أكثر؟ إحنا بزورة غيرنا كلامنا. النص بالنص ولا ما في زحلقة؟ أنتم مو جايين تشتغلوا هون، أنتم جايين تخربوا بيتنا بس. إيه الأرض أرض مديرنا، ومن حكم في أرضه ما ظلم. فكروا في الموضوع. يجي ولادو. كفو يا شكش. شفتوا سويت فيهم؟ وقفت لهم حالهم. لازم ندفعهم الثمن غالي، بس في شيء بيدخل علينا ذهب. تاجر دبابات؟ لا، شفت التلفريك ذاك؟ يلا. يمر من عند أرضك يا شكش، ولازم الحكومة تدفع فلوس. مرحبا شباب. لا هلا ولا مرحبا يا ابوي، زحاليق ما في، اللي بيتزحلق يروح روسيا، يروح القطب الشمالي، يروح تبوك، ارضي هذه لا حد يقربها، فاهم؟ يا حبيبي يا شكش، جايين لعندكم بعرض جديد، معلش تسمعوا؟ لا جديد ولا قديم، زحلقه ما في، تفهم ولا ما تفهم؟ حتى لو اشترينا الارض بمليون دولار. ايش قلت؟ ايش؟ اطربني سمعني. مليون دولار. يا ولد بيع، اخلص لي هون بيع. اقل من 5 مليون دولار؟ ما راح نبيع. خبلت انت؟ شو ميدوم ترو مالي موختنس كاكيس 50 دولار يا غير بس تو اوتسبوت غاز بتوبس ساسيلوك زيبس مستر شو قشما موختنيات غوندل دغست اوردان تريتوريس غداقويتا دغي اცხადებს რომ თუ კი ნებისმიერი ადამიანი გადაკვეთს ამ ტერიტორიას მათ მოუწევს შესაბამისი საფასურის გადახდა. يا معالي الوزير الحد ما يزعل، الارض هذه حقتي وعندكم الاحداثيات تقدرون تشيكون عليها. هو اذا بغيتوها اشتروها. سير ذير سينج that the land is theirs and you have all the documents and the maps. If you want it, buy it. I don't care if that's their land. It's our tourism and they're hurting it. يقولاني ما يهمني انه هي ارضكم بس هذه سياحة بلدي وانتو ذا تأذوها. يا معالي الوزير حنا نحترم جيتكم قدرينها لكن هذا حقنا. أن ترضى حد ياخذ حقك؟